ما بين جشع التجار المتزايد وحالة ارتفاع الأسعار الجنونية يعيش المواطنون بين كمشة الخوف والقلق الذي يتهددهم بالمزيد من الأوضاع الصعبة، حيث باتت الحالة الاقتصادية متردية هنا في مدينة تعز. وفي ظل تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا متزايدا بما يساوي 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا. ارتفعت كل الأشياء، ارتفع الخبز، ارتفع قيمة المي لا نلاقي، ارتفع البترول، ارتفع يعني المواد الغذائية كلها من 100 إلى 1000، القيمة الشرائية أصبحت لا تساوي الرواتب. بعض المحلات البقائل الصغيرة بندت بالسبب أنه غير قادر أن يأخذ، يبيع بسعر ضعيف وغير قادر أن يأخذ ما يغطي الشراء. يعلل التجار ارتفاع الأسعار بالحرب والحصار المستمر التي تسببت بانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بشكل متلاحق وعجزهم عن الشراء، فيما يرى المواطنون عكس ذلك أن موجة الغلاء يقف خلفها التجار. غلاء الأسعار اضطربت في الصرف العام التي قد ما بين ساعة وساعة وفي فرق، ما بين ساعة وساعة وفي فرق، لا نقدر نضبط الأسعار ولا نقدر نشتري الأسعار في أثناء السلع الموجودة لدينا. يقوم مكتب الصناعة والتجارة بالمدينة تعز هذه الأيام بحملات متوالية لمراقبة الأسواق والتعرف على الزيادات السعرية الموجودة في الأسواق. الوضع المتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار استدعى تحركات من قبل السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة، والذي نفذ حملة نزول ميداني للتفتيش وضبط الأسعار، وهي خطوة لاقت ترحيبا أوساط سكان مدينة تعز كجزء من المساهمة في محاولة إنقاذ الوضع المعيشي المتدهور. غلاء الأسعار واحتكار بيع السلع والمواد الغذائية أكثر ما يلامس حياة الناس بشكل مباشر، ولذلك يأمل الناس هنا أن تستمر مثل هذه الحملات الرقابية ومحاسبة المتسببين فيها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.